المعلومات هذه السكنه تاع زوريه اللي مغرب اللي عنده اربع شاشره وزوج شيلات ولده الحمراوي الهواري العربي الله يطول في عمارهم ان شاء الله وعبد الكريم اللي مات الله يرحمه ويخلانا ولا عمي البرياحي اللي مغري عنده اولاد طيبين هما عائلة بكل صراحة عائلة محترمة كل الناس في جهتهم يحبوهم ناس مخلصين معاه كانت عندهم معاهم عمتهم والحوش من بعد قسموه اجه وبن يدها اخوه كان يسكن فيها ديال القديم متواه ديك مغارة صغيرة بني عليها شكون اللي ينسى صورو وينسى عمتو القديم عرفتي هذا الثاني هنا ما ينساهاش القبر ما تزكيش ما تزكيتهاش هذا حوش القديم تاعها تاع الردمة هذي تاع القديمة هذي ردمة دار قديمة وبردة هذول اللي صار هذه الثانية دار قديمة هاي كانت فيها نسيتك هنا كان وحدة تسكن فيها عائشة مالج كانت تسكن فيها عائشة مالج راك عاقل عليها؟ عائشة مالج كان قاسم الحوش جهة يسكن فيها هو وجهة عائشة مالج ياك اللي عند هذا الثاني ذكر هاي كتب من هذيك اللي عند هذه تما عند قهوي حبوب با صي صي هاي الشمال ونشوفوا الحوش الاخر هذا جدة حميدة صحراء كانت تسكن في السكنة هذي هذا الحوش هذا فاتوا عليه ثلاثة ولا أربعة تاع الناس وكاع قدم ما أنا نعقل على ثلاثة الأول كاع هي جدات حميدة صحرة والمشطاش الله يرحمه الثاني يسكن فيه فني بالنيسة واضح والتالي التالي كان يسكن فيه هو البوتي هذا الحوش عنده قاصية في 58 كي بناه مولاه في 1958 بغى يبني الحيط وخرج شوية سمعت فرنسا طلعت له بالماتيال وهدمتها له قالت له علاه ما علمتناش وعلاش خرج واحد 30 ولا 40 سنتيم نعم في 58 هدمتها له وعاود بناه هو الجماعة شفت الكاف اللي هي ما خلانيش قلبي نطلع بلا ما نشوف خبايا هذا الكاف باش نشوف خبايا الكاف ونشوف السكنة تاع كبوط اللي هدرو بزاف السكنة تاعها نطلعو نشوفوها ان شاء الله ايوا طلع يطلع لجبل كبوط تطلع عند مشطاش عند عبد السلام طلع العمي مسعود الله يرحمه الحاجة ميمونة أم أبو عبد الله سليمان نكحل هذا هو جبل كبوط اللي كان يسكن مع عمي مشطاش الله يرحمه له كان هنا يا مسعود عبد السلام سي واضح حاجة ميمونة العلي الله يرحمها حاجة ميمونة الله يرحمها كان يسكن سليمان و ولي حل خوه هادو هما قدم تاع حنايا ومن بعد زاد سي واضح معاهم هنايا هادو هما رايحين نشوفو حوش مشطاش وحوش كبوط الاول هنايا كنا نقوله هذا هو جبل كبوط هذا الحوش هنايا تاع عمي عبد القادر مشطاش الله يرحمه اللي عنده ولدها حميده كنا نقولها صحراء مات الله يرحمه وعنده الاخضر وجلول وعندها اربع بنات الحوجة من بعد هما عمي مشطاش راح قبل ما يهدموها هو اللي تحت من جهة سبال المايحة هو ولده بقى غير حميدة هنا وحده تزوج هنايا
ولادها بقاو مورا هنا يا اخي. شوف كيما الله يرحمه ولادها كبروا وتزوجوا وقسموا هنا يا الله يسكن الله يرحمه. هذيك ثاني مغاره، هاي ثاني مغاره، هاي لا خدمها مولاها دار لها سطح دار لها في البلافون. ها مغاره هي واحده اخرى هنايا، هذه جهه المغارات، وهذه واحده اخرى مبلعها مولاها. هذه في المغاره هنا يا قروبي، هذا خدمه بصح مولاها، خدمه خدمه غايه، فيها في البلافون ولا هذه الجهه تاع المغارات. مولاها راه مسكين وخلى التمر تاعها هنايا، شوف التمر خلاه. ايوا خلينا في زاد شي خبز كي كان راس العينك ولا من ثاني. كان يسكن عمي عبد السلام الله يحمه، عمي عبد السلام الله يحمه، بكلي لقط الحشايش، الزعتر، فليو، الفيجل، كل الحشايش اللي خلقهم ربي سبحانه عز وجل كان هو لقطهم. نهار يمرض انسان يخصه حشيشه يروح عنده يعطيها له. وكان عنده الحكمه ثاني، يقولوا يقلع العين، يدو عندها الصغار ويشبر لهم يديهم بيده يقول له قلعتك العين. الله يرحمه ويوسع عليه. كاين ثاني اللي كان يسكن هنايا في ديار كبوط حدا عبد السلام، هو عمي مسعود. عمي مسعود عنده واحد الحكمه اللي حتى واحد ما عنده، وما كاين لفها تعيط له يجي هو يخرجها بيده ويديها حتى الجبل الفوق ويطلقها بدون ما يقتلها. لا حول ولا قوه الا بالله. عمي مسعود هذاك جا والدينه مسكين في 75 يقولوا في الطريق مثلهم ما كانش حاب يروح. الله يرحمه ويغفر لنا وله. كاين تاليك عمي جلول الله يرحمه ويغفر له، اللي كان يجيب الحطب باش يصور القوت تاعه. نسيب لك حل سليمان ابو محمد بكيني. عمي الحبيب الصابري رجل علال الله يرحمه. هذا المار في الطرش ندخلوا الحوش ونشوفوا المغاره اللي عندهم الداخل. احنا كل الديار فيهم مغاره، فيهم مغاره. كلها هذه مغارات كانت ضلمه اللي يشوفوها الله غالب. هنا كان يسكن الشيخ الخروبي، كان يسكن هنا كان في اللي يشمع ولو يكتب. واه الشيخ الخروبي، الشيخ الخروبي هنا، الشيخ الخروبي كان في السيكوندو سيكوندو كنا نسكن. ايوا أنا حرف الصبري. هذه السنة تاع كبوط، كبوط مصر. هذا رجل من رجال تاريخ راس العين، هذا من الأول السكان تاع راس العين. هذا هو كبوط، كبوط كبوط اللي كان يقول لهم هذا الجبل تاعي ما كانش اللي ساميني. هناك موراه سكن عمي مسعود صياد الفع. هنا ما كاش ديار كبوط اللي كان يقول لهم هذا الجبل تاعي ما كاش اللي ساميني. هناك موراه سكن عمي مسعود صياد الفع. هنا ما كاش ديار، عندها غير مغارات كان يسكن فيهم. هذه مغاره، هذه ديال كبوط رحمه الله.